اشتكى على الاهلي، يمكن قفشه وسوليه كابتن وربيعه جالهم كورونا. يمكن هكلمك على رامي، لسه طبعا ما دخلش مع الجزء الدفاعي بشكل قوي، لكن هكلمك على 2 لعيبه مؤثرين بشكل كبير على الاداء الفني والاهداف. يمكن الاهداف الفتره اللي فاتت يعني بتيجي ما بين الاثنين دول، سواء قفشه او عمرو السوليه. رايك في اداء النادي الاهلي هيتاثر بعدم تواجد قفشه والسوليه، ولا الامور هتمشي بشكل طبيعي الامور بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو بالنسبه للسوليه عادي، لسبب لان في 3 تانيين، في اكرم توفيق وفي ديانج وفي حمدي فتحي. وحتى الماتش اللي فات السوليه ما لعبش، وبانوا الاثنين يعني بانوا بمظهر كويس، حمدي وكان ديانج. طيب تعالى بالنسبه لقفشه، ما فيش حد يلعب الدور ده لان ناصر ماهر مصاب، محمد محمود مصاب، اجايل اللي كان ممكن يلعبها مصاب. فاكيد هيأثر في حته الربط بين نص الملعب والثلاثه اللي قدام، اللي هو يعني هو دلوقتي قفشه الماتش اللي فات فلما الثلاثه نزلوا اللي هو مثلث الرعب، كان شريف بيلعب من الاول وكان كهربا، بس كان في واحد مبوظ اللعب اللي اسمه جيرالدو. فلما خرج ونزل صلاح محسن تحس ان الثلاثه عندهم سرعات وبيروحوا للجون، ففوقوا قفشه. فقفشه الشوط الثاني تحديدا احسن من الشوط الاولاني بكتير. حتى دايما تلاقيه يمكن الجون الثالث هو اللي عامله. الجون الثالث لما وقف على الكوره وطلع الجون بره وحطها لمحمد شريف، يعني الراجل فاق ولقى ان في سرعات، فهتبين لعبه قفشه كتير. والواحد يعني لو حط نفسه مكانه في حته زي دي وقدامه الثلاثه دول، ده كل شويه يقدم له الجول. صحيح صحيح. لا هو فايق، هو فايق كمان يا كابتن جدا، وفارق جدا. ما هو فارق في بطوله في ماتش الزمالك، وفارق في ماتش الاتحاد اللي كان مرغوب فيه متاخر في 1-0، وفارق في الماتش برضو اللي هو النهائي اللي هو واخد، وفي المقصه والماتش اللي فات. لا بصمته واضحه وهيأثر كتير. يعني السوليه مثلا، يعني في ناس هتعوض غيابه ان هي في الحته الدفاعيه والحته اللي هي ما فيهاش نقص وعجز. انما بالنسبه لقفشه، مين هيلعب الفرقه؟ مين المحور اللي هو المعلم اللي هيدير؟ فاكيد طبعا الدنيا النادي الاهلي هيتاثر بالحته. عندي كده خبر يا كابتن وعايز اخد رايك فيه قبل ما يعني اشكر حضرتك، بخصوص مروان. مروان محسن يمكن الفتره اللي فاتت كان الكلام ان هو مصاب وان هو يعني بيتاهل عشان يرجع مره ثانيه، لكن المعلومه اللي عندي ان مروان هو اللي طالب ان هو ما يلعبش، هو مش مصاب، طالب ان هو ما يلعبش عشان يقدر يجمع قواه مره اخرى ويرجع بشكل افضل. يعني لو هو بعمل كده اختار التوقيت اللي هو مش مناسب، لان عنده في 3 غلان، في احمد ياسر ريان وفي صلاح محسن وفي محمد شريف، وتحتيهم كهربا وتحتيهم طاهر محمد طاهر. لا الدنيا هتختلف تماما، فكده هو الخسران، هو كده اللي محدش هيفكر فيه تاني. يعني بمنتهى الامانه كده، لو عندك الرباعي دول هتلاعب مروان تاني؟ يعني لو عندك الرباعي ده طاهر محمد شريف كمان وحرب. الناس انا شايف ان محمد شريف يعني سايب اثر كويس في الماتش اللي فات يا كابتن، ده في ماتشين يا عم فاروق قلب مصر كلها. في ماتشين، وبعدين بيعرف من نص فرصه بيجيب جول. ما احنا كنا بنقول مروان محطه، وكنت بقول لهم الكلام ده غلط، الكلام ده لازم يجيب جون، لازم يجيب جون. الجمهور ما بيعترفش غير بالراس الحربه ان هو يجيب جون. انت وحسام حسن ورمضان وايمن شوقي وفيليكس واحمد كشري وعلي ماهر، لما يعدي ماتش عليكم ما كانش بيجيب جون، كنتوا بتتجننوا. صح ولا غلط؟ تمام يا كابتن. بس هو اللي كده اخر نفسه وبعد نفسه، وكان عايز يعزز نفسه، بس للاسف جت على دماغه هو. ربنا يستر بقى الفتره اللي جايه. كابتن رضا انا بشكرك، كابتن رضا نجمنا ونجم البريم قدام كابتن رضا عبد العال، اشكره شكرا جزيلا. خليني يعني واحنا بنتكلم